فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ولم يقل بعدها سراً ربنا ولك الحمد، فهل عليه أن يسجد للسهو؟ الإمام عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وعلى المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. وإذا جمع بينهما الإمام فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فهذا أفضل. أما لو تركها فصلاته صحيحة، لأنه أتى بالواجب عليه وهو قول سمع الله لمن حمده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.